تشرفت أنا والأخوة أعضاء مجلس الأمة اليوم باستلام رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، تتعلق بما حدث في جلسة الأمس وخاصة فيما يتعلق في الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء. الرسالة طبعا نشرت عن طريق وكالة الأنباء الكويتية، ولكن أهم في الرسالة هو ما أبداه سموه من ارتياح للحوار الراقي الذي تم في جلسة الأمس بين مختلف الآراء. وحقيقة يعني المتحدثين الأربعة سواء المؤيدين أو المعارضين كان طرحهم جدا راقي في جلسة الأمس، وهذا ما أبدى سموه ارتياحه لهذا الأمر، وكذلك ارتياحه وسعادته لتفهم المجلس لما جاء في رسالته في افتتاح دور الانعقاد وفي النطق السامي، وأيضا شكره لتغليب العقل والحكمة خاصة في الوقت الذي تمر فيه البلاد في وضع إقليمي ملتهب وخطر، وخص بالثناء أيضا موقف غالبية أعضاء مجلس الأمة في جلسة الأمس من الموضوع اللي سبق وأن ذكرته. وأنا بدوري بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وأخواني النواب نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد على هذه الرسالة التي نعتبرها رسالة دعم وتأييد ومساندة، ولا نستغني عن دعم ومساندة سموه في كل الأحوال والقضايا، وستدرج طبعا في بند الرسائل الواردة في الجلسة القادمة.